هنتكلم النهاردة عن الثاليدوميد. هو مركب مشتق من جلوتاميك أسيد، وصفته الجزيئية C13H8O4، وناتج من تفاعل في سالك انهيدرايد مع جلوتاميك أسيد في وجود دايميثايل أمينوبيردين وأمونيوم كلورايد عند درجة حرارة 150 سلسيوس. وليه 2 أيزومر في الفراغ؟ R4 و S4. وفي أواخر الخمسينات استخدم الثاليدوميد كمهدئ للغثيان اللي بيحصل في الحمل، ولكن مع الأسف ظهر تأثير خطير للدواء، وهو تشوهات خلقية في أطراف الجنين. بس يا ترى إيه السبب في كده؟ بعد أبحاث كثيرة من العلماء اكتشف أن الآر فورم هو الجزء الفعال في الدواء والذي يعمل كمهدئ، أما الإس فورم بيمنع إفراز تيومر نيكروزيس فاكتور ألفا وبيمنع نمو الأوعية الدموية الجديدة. بس مع الأسف صعب نفصلهم لأنهم بيتحولوا لبعض بسرعة، وده كان سبب في إبراز الستيريو كيمستري. وطبعا بسبب التشوهات دي تم سحبه من الصيدليات، واضطرت الشركة المصنعة لدفع تعويضات كثيرة. بس حديثا اكتشف العلماء انه بيعالج كانسر ومرض الجذام، ولذلك أعيد استخدامه مرة أخرى، بس بشرط ما فيش سيدة حامل تاخده، ولو سيدة متزوجة اضطرت تاخده في علاج سرطان فعلى الأقل تاخد معاه وسيلتين منع حمل عشان تضمن عدم حدوث حمل وبالتالي تجنب التشوهات.